بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 11 جرامر ريليتيف بروناونز. ريليتيف بروناونز يعني ضمائر الايه؟ الوصل. ايه هي ضمير الوصل؟ ضمير الوصل هو الضمير الذي يستخدم للاشاره الى الاسماء التي سبق ذكرها، سواء كان اشخاص او اماكن او اشياء او حيوانات او افكارا، وتستخدم ضمائر الوصل لربط جملتين. دي هي ريليتيف بروناونز او ضمائر الوصل. ضمائر الوصل هي كلمة معادة متكررة في الجملة الثانية، هما جملتين. الجملة الثانية فيها كلمة مكررة تعود على الجملة ليه؟ على الجملة الأولى. الكلمة دي قد تكون لشخص، قد تكون لمكان، ثم قد تكون لشيء، قد تكون لزمان. طيب بنحذفها ونحط لها الضمير المناسب. طيب ايه هي ضمائر الوصل؟ ضمائر الوصل هي هو وهوم ويتش وين وهوز وير وذات ووات وذات ووات. طيب هنشوف كل واحد نستخدمها ازاي. اول حاجه عندي هو وذات. هو معناها الذي، وذات معناها الذي، وهوم معناها الذي، ويتش معناها الذي، وين عندما، وهوز الذي، وير حيثما، وذات الذي، وات ما. خلاص، هو او ذات معناها الذي. هو او ذات تحل محل فاعل عاقل مكرر في الجمله الايه؟ الثانيه. معناها ان هي تحل محل فاعل، معناها ان ياتي بعدها ايه؟ فعل، يليها فعل ولا يمكن ايه؟ حذفه. زي ما يقول اي هاف ا فريند، انا عندي صديق. هي بلايز فور زمالك، هو بيلعب بالزمالك. ايه المكرر في الجمله الثانيه؟ المكرر في الجمله الثانيه عندي هي. هي دي هي اللي ايه؟ هي المكرره. اي هاف ا فريند، صديق، هو يلعب كذا. اذا المكرر ايه؟ هي. هي دي موقعها ايه في الجمله؟ فاعل، فاعل ايه؟ عاقل. طالما موقعها فاعل عاقل بحذفها واحط مكانها ايه؟ هو. يبقى اقول اي هاف ا فريند هو او ذات بلايز فور زمالك. إذن هو بتحل محل الفاعل العاقل المكرر في الجملة ليه؟ الثانية. طيب This is the poet، هذا هو ليه؟ الشاعر. Who wrote some exciting poems، الذي كتب بعض القصائد ليه؟ المثيرة أو الشيقة. طيب The speech was given by Ali، who advocated the workers' right. The speech، الخطبة، أعطيت لعلي، الذي دافع عن حقوق الايه؟ عن حقوق العمال. معنى إن هو تحل محل فاعل عاقل معناها أن يأتي بعدها ايه؟ فعل. فنلاحظ عندي هنا ايه؟ هو يجي بعدها الفعل بليز، وهنا في الجملة دي هو يجي بعدها الفعل ايه؟ روت، وهنا هو يجي بعدها الفعل ايه؟ advocated، يعني دافع. إذن هو يأتي قبلها اسم عاقل، هذا عندي فريند، عندي بوت، عندي علي. هو ياتي قبلها اسم عاقل، وياتي بعدها فعل، وياتي بعدها ايه؟ فعل. اذا هو تحل محل الفاعل العاقل، بيجي قبلها ايه؟ اسم عاقل، وياتي بعدها ايه؟ فعل. ده امتى؟ عندما تحل محل الفاعل العاقل. طيب يمكن ان تحل ايضا محل المفعول، يعني هو تحل محل الفاعل، هو تحل محل الفاعل، الفاعل الايه؟ العاقل. ويمكن ان تحل محل المفعول العاقل. لما اقول لك ايه؟ This is the boy، هذا الولد، هذا هو الولد. You helped him yesterday، اللي انت ساعدته بالامس. ايه المكرر في الجمله الثانيه؟ عندي him مكرر. موقعها ايه في الجمله؟ مفعول. عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. طالما مفعول عاقل برضه ممكن ايه؟ ممكن ان انا اربط الجملتين بهم او هو، تنفع الاثنين. هو او ايه؟ او هو. لما اقول لك this is the boy، هذا هو الولد، هو او that you helped yesterday، الذي انت ساعدت. طبعا الضمير المكرر اذا حطيت هو او that بحذف الضمير المكرر. هو او that you helped yesterday. دايما بحط الضمير الوصل اللي هو هو او that او whom او which او كله بعد الكلمه اللي بعود عليها، بعد الكلمه اللي هو ايه؟ اللي بيعود عليها. بعد الكلمة اللي بعود عليه، يعني هنا هم تعود على ليه؟ الولد. فأكتب الجملة لغاية الولد the boy، وأكتب هو أو ذات you helped yesterday، ما أحطش الفعل الضمير المكرر.
The candidate who or that we congratulated won the election. الراجل المتقدم للوظيفة المؤهل للوظيفة اللي انت هنأته كسب ليه الانتخابات. هنا عندي هو، إذا كانت بتحل محل مفعول عاقل يبقى ياتي بعدها إيه؟ ياتي بعدها ضمير أو اسم، وياتي قبلها إيه؟ اسم عاقل. أنت معي؟ يعني عندي هنا هو، إذا كانت بتحل محل الفاعل العاقل يأتي قبلها اسم عاقل وبعدها فعل. هو إذا كانت بتحل محل المفعول العاقل يأتي قبلها اسم عاقل ويأتي بعدها إيه؟ فاعل. يأتي بعدها إيه؟ فاعل أو اسم أو ضمير. طيب نستخدم هو محل الفاعل والمفعول العاقل في الجملة الاعتراضية. يعني الجملة الاعتراضية اللي هو بيكون قبلها ايه؟ كوما، ولا يستخدم بدلا منها في هذه الحالة ايه؟ ذات. لا تستخدم حروف الجر قبل هو او ذات، ولكن يأتي حرف الجر بعدها في المكان المناسب في الجملة. يعني هو او ذات، احنا قلنا هو او ذات تحل محل الفاعل او المفعول العاقل. هو اذا كانت بتحل محل الفاعل العاقل ياتي بعدها فعل وقبلها اسم عاقل. اذا كانت بتحل محل المفعول العاقل ياتي قبلها بعدها فاعل وقبلها اسم عاقل. ركز في الكلام ده. هو اذا كانت بتحل محل الفاعل العاقل ياتي بعدها اس فعل زي بليز زي رود زي ادفوكيتد، وياتي قبلها اسم عاقل زي فريند زي بوت زي علي. طب واذا كان بتحل محل مفعول عاقل يبقى ياتي بعدها فاعل زي يو زي وي. خلاص زي وي ياتي بعدها ايه؟ فاعل، وياتي قبلها ايه؟ اسم عاقل زي ايه؟ بوي زي كانديديت. انت معايا؟ طيب طيب إذن هو تحل محل الفاعل او المفعول الايه؟ العاقل. اذا كان بتحل محل الفاعل ياتي بعدها فعل وقبلها اسم عاقل. اذا كان بتحل محل المفعول يبقى ياتي بعدها ايه؟ فاعل وقبلها اسم ايه؟ عاقل. طيب ماشي. إذا كان بتحل محل المفعول في الحالة دي ممكن حذف ضمير الوصل. أما إذا كانت بتحل محل الفاعل لا يمكن حذف ضمير الوصل هو أو ذات. إذا كان بتحل محل الفاعل فلا يمكن حذف ضمير الوصل. إذا كان بتحل محل المفعول يمكن حذف ضمير الوصل. خلاص؟ حروف الجر لا تأتي قبله أو ذات. حروف الجر لا تأتي قبله أو ذات. خلاص؟ نيجي اللي بعده. عندي هوم وهو وذات. إحنا قلنا هو وذات بتأتي تحل محل الفاعل أو المفعول العاقل. صح؟ هوم تحل محل المفعول العاقل، ويأتي بمعنى تحل محل المفعول العاقل يعني معنى كده يأتي بعدها فاعل وقبلها اسم عاقل. يأتي بعدها فاعل وقبلها اسم عاقل. طيب يمكن وضع حرف الجر قبل ايه؟ قبل هوم. يعني هوم ممكن يجي قبل، يقول the boy about whom I was worried. هذا هوم إجا بعدها اسم، إجا بعدها فاعل اي وقبلها اسم عاقل. وممكن ياتي قبلها ايه؟ حرف جر. ممكن ياتي قبلها حرف جر. طبعا هو او ذات ما يجيش قبلها حرف جر، اما هوم ياتي قبلها حرف جر ويمكن حذفها
ويمكن إيه حذفها. أما هو ذات لا يمكن حذفها، هو ذات اللي هي بتحل محل الفاعل لا يمكن حذفها أبدا. أما هو، أما هو إذا كانت بتحل محل المفعول يمكن حذفها. ماشي؟ ولا يأتي قبلها حرف جر. هم بتحل محل المفعول العاقل، يمكن حذفها ويأتي قبلها حرف جر. نيجي لوجه. وجه احنا قلنا هو وذات، هو وهم تحل محل الفعل او المفعول الايه العاقل. يعني ايه؟ يعني هو يأتي اذا كان بتحل محل الفعل يأتي قبلها اسم عاقل، اسم عاقل، يأتي قبلها اسم عاقل وبعدها فعل. إذا كانت بتحل محل المفعول يأتي قبلها اسم عاقل وبعدها فاعل. هوم إذا كانت بتحل محل المفعول العاقل يأتي قبلها اسم عاقل وبعدها إيه؟ فاعل. حرف الجر يسبق، ممكن أن يأتي قبله هوم. أما هل حرف الجر ممكن يأتي قبله؟ لا، ما يجيش. هل حرف الجر هل هو ممكن تحذف؟ تحذف إذا كانت بتحل محل المفعول. أما إذا كان بتحل محل الفعل لا تحذف. هو ممكن تحذف؟ أيوة ممكن تحذف لأنها بتحل محل المفعول. طيب نيجي بعد كده وتش. إذا هو وهم تحل محل الفعل أو المفعول العاقل. نيجي وتش. وتش تحل محل فاعل غير عاقل. زي ما نقول This is the dog، هذا هو الكلب. It bit me yesterday، هو عضني بالأمس. فين المكرر في الجملة الثانية؟ كلمة إت، الضمير إت مكررة. بتعود على مين؟ بتعود على الكلب. كلب عاقل وغير عاقل. إذن المكرر فاعل عاقل، أحذفه وحط مكانه إيه؟ which أو that. خلاص أقول this is the dog which أو that bit me yesterday. Our flat which is on the fifth floor، التي هي في الطابق ليه؟ الخامس. overlooks the Nile، يعني تطل على النيل. overlooks the Nile، تطل على ليه؟ النيل. اذا which هنا بتحل محل الفاعل غير العاقل. يعني ايه بتحل محل الفاعل غير العاقل؟ يعني يجي بعدها فعل وقبلها اسم غير عاقل. طيب هل ممكن تحل محل المفعول غير العاقل؟ ايوه تحل محل المفعول غير عاقل. زي ما اقول ايه the shoes which Nadia bought don't fit me very well، ما مش جاي على مقاسي، مش متناسبني كويس، مش مناسباني كويس. which Nadia which اذا اجى بعديها فاعل يبقى معنى كده هي بتحل المحل المفعول. which اذا اجى قبلها اسم غير عاقل وبعديها فاعل يبقى هي كده بتحل محل المفعول غير العاقل. which إذا إجا بعدها فعل وقبلها اسم غير عاقل يبقى معنى كده هي بتحل محل الفاعل غير العاقل. تاني which إذا إجا بعدها فعل وقبلها اسم غير عاقل يبقى معنى كده هي بتحل محل الفاعل غير العاقل. which إذا إجا بعدها فاعل وقبلها اسم غير عاقل يبقى معنى كده هي بتحل محل المفعول غير العاقل. هل ممكن حذفها؟ أيوة ممكن حذفها. خلاص. طيب ممكن حرف الجر يجي قبل which؟ ممكن تيجي يجي حرف الجر. احنا قلنا حرف الجر ممكن يجي قبله هوم، ممكن يجي قبل ايه هوم، وممكن ياتي بعدها، ممكن يجي قبل هوم وممكن يجي ايه بعدها. طيب which ممكن حرف الجر ياتي قبلها او بعدها. I bought a new car، انا اشتريت سياره جديده. which I go to work by، اللي انا رحت العمل بيها. خلاص يبقى عندي هنا which حلت محل المفعول ليه العاقل. ليه؟ لانها اجى بعديها ايه فاعل وقبلها اسم غير عاقل. I bought a new car، ممكن اقول يلاحظ حاجه، حرف الجر اجى هنا بعد which في اخر الجمله، وممكن يجي قبل which على طول. ممكن اجيبه في اخر الجمله، خلاص حرف الجر اللي هو باي، ممكن اجيبه في اخر الجمله بعد which، ممكن يجي قبل which مباشره باي which. I went to the school، my father went to it. I went to the school which أو that my father went to. يبقى حرف الجر ممكن يجي فين؟
في الاخر، ممكن يجي قبل ايه تو ويتش. خلاص طيب، وممكن احذفها خالص دي، ممكن اي ونت تو ذا سكول ماي فادر ونت تو، ممكن اشيل احذف ايه ويتش. خلاص، يعتمد حرف الجر غالبا على الفعل الذي يلي ضمير الوصل او الاسم الذي يسبقه. حرف الجر المناسب اللي نحطه قبل ايه، قبل الريليتيف بروناون، يعني اتس ا ستوري، هي ايه، هي قصه. ان ويتش ا جروب اوف بويز، اللي فيها مجموعه من الاولاد، ار شيبريكد اون ان ايلاند، يعني ايه اتحطموا على ايه، على جزيره. ان ويتش، كلمه ستوري ان، يعني في كلمات ضمير الوصل ياخد يجي قبليه حرف الجر ان. في كلمات لو لقيتها احط ان قبل ضمير الوصل اللي هو ويتش، اللي هي كلمات ايه، ستوري قصه، اللي في القصه يعني، ان في القصه، نوفل روايه، في الروايه بوك كتاب، في الكتاب ارتكل، في المقاله فيلد حقل، في الحقل او في الغيط او في الميدان فيلد، conversation في الحوار، job في الوظيفة. لو لقيت كلمة story أو novel أو book أو article أو field أو conversation أو job، أحط كلمة in، أحط حرف الجر in قبل which. أقول the story in، article in، novel in، field in، conversation in، job in. طيب طيب، اذا لقيت كلمه ريبلاي او اوبجكت، ريبلاي يعني يجيب، يعني شي اسكد مي وير اي هاد بين، هي بتسالني انا كنت فين، تو ويتش برد عليها بقى، تو ويتش اي ريبلاي. فعندي كلمه ريبلاي، طالما في ريبلاي، ريبلاي او اوبجكت، اخذ حرف الجر ايه تو، طالما في ريبلاي او اوبجكت، طالما في ريبلاي يعني يجيب او اوبجكت يعني يعترض، احط حرف الجر تو قبل ويتش. تو ويتش اللي عليها اي ريبلايد، انا اجبت، اتس ا سيكريت، ده سر. يبقى في عندي كلمه ريبلاي او كلمه اوبجكت، ريبلاي يعني يجيب او اوبجكت يعترض، احط تو قبل ويتش. طيب اذا كان في عندي كلمه مينز، مينز يعني هي سيز هي از بيزي، ان هو مشغول، باي ويتش اللي بيه، هي ريلي مينز، هو بيعني، باي ويتش بالكلام ده يعني، هو حقيقي بيعني، مينز هي doesn't want to get to go out this evening، هو مش عاوز يخرج هذا المساء. باي ويتش he says he is busy، باي ويتش بالكلام ده هو بيعني ان هو مش عاوز يخرج، باي ويتش بالكلام ده، باي ويتش، فما هي ريلي مينز، هو بيعني بالكلام ده، هو بيعني ايه، بالكلام ده هو بيعني ايه، باي ويتش. يبقى في عندي كلمه ريبلاي او اوبجكت، اخد تو ويتش. في عندي كلمه مينز، اخد باي ويتش، يعني بالكلام ده، باي ويتش هو بيعني. طيب طيب، في عندي كلمة apologize يعتذر، he said something very cruel، هو قال حاجة قاسية شوية، for which من أجل ذلك، I think she should apologize، هي يجب أن تعتذر، for which من أجل ذلك، for which، for which من أجل ذلك، I think they should apologize، هم يجب أن يعتذر، for which من أجل ذلك. خلاص، يبقى عندي apologize أقول for which، apologize for which، نعتذر for which. طيب يبقى for which ناخد ده كلمة apologize. طب at which meeting او stadium، meeting يعني اجتماع، او stadium يعني استاد، يعني استاد كرة القدم، يعني هنا ايه complain meeting، we had a meeting، احنا عندنا ايه اجتماع، at which اللي فيه، في الاجتماع at which we discussed our plans for the new year، at which في الاجتماع ده احنا ناقشنا خططنا للعام القادم، at which في الاجتماع ده. يبقى عندي كلمه meeting، عندي كلمه stadium، اخد at which.
أخذ آت. عندي كلمة أبولوجايز أخذ فور ويتش. عندي كلمة مينز أخذ باي ويتش. عندي كلمة ريبلاي أو أوبجكت أخذ تو ويتش. عندي كلمة ستوري نوفل بوك ارتكل فيلد كونفرسيشن جوب أخذ إن ويتش. خلاص. عندي كلمة كومبلين، كومبلين يعني يشكو، أخذ أباوت ويتش. أخذ إيه؟ أباوت ويتش. أباوت ويتش كومبلين. Choose the correct answer. Last week we had a meeting. إحنا عندنا إيه؟ اجتماع. At which في كلمة meeting أخذ at which على طول. هذا عندي meeting أخذ at which. She's written an article. Article يبقى in which. Article يبقى أخذ حرف الجر المناسب in which. ليه؟ لأن عندي الكلمات story و novel أحفظهم. A book, article, field, conversation, job أخذ in. طب reply object أخذ to. طب mean أخذ for. أخذ by. طب apologize أخذ for. طيب meeting with stadium أخذ at. طيب Queen Victoria husband Prince Albert died in كذا. With which Victoria always wear, with which, by which, by which. After that, Victoria always wear, دايما من ساعة ما مات وهي بتلبس هدوم سودا. هاخده اخد with which, with the, with which اللي بي مع فيكتوريا دايما بتلبس with which مع الحادث ده، مع الموضوع ده دايما تلبس ايه؟ اخذ with which. with which سوري اسف by which. by which by which اللي بيه فيكتوريا دايما بتلبس اخذ by which. هو ده الحل. by which اخذ by which. طيب بعد كده عندي خلاص يبقى احنا عرفنا ايه الحرف الجر المناسب لكل كلمة. طيب يمكن استخدام which بعد الاسماء التي تدل على مجموعة من الشرط. المفروض which بتحل محل الفاعل او المفعول غير العاقل. المفروض يجي قبلها ايه؟ اسم غير عاقل وبعديها فاعل او فعل، صح؟ طيب ما. طيب هنا حالة شاذة شوية. which ممكن تيجي بعد الأسماء التي تدل على مجموعة من الأشخاص. يعني he is a part of the team which has done the operation. هي جزء من الفريق اللي عمل العملية. قالك لو لقيت عندي كلمة كوميتي يعني لجنة وتيم فريق وفاميلي عائلة وجروب يعني مجموعة وكرو كرو طاقم. لقيت كلمة من الكلمات دي، كلمة لجنة، كلمة فريق، كلمة فاميلي عائلة، كلمة جروب مجموعة، كلمة كرو طاقم. الكلمات دي أصلا الكلمات دي غير عاقل، وبالتالي ممكن أخذ بعدها إيه؟ which. مش أخذها على إنها أشخاص، أخذها على إنها على كلمة كلمة فريق نفسه، كلمة لجنة، كلمة فاميلي عائلة، كلمة جروب مجموعة، كلمة كرو طاقم. على الكلمة نفسها غير عاقل، كلمة نفسها غير عاقل، وبالتالي ممكن يجي بعدها ايه؟ which. إذا يجي بعدها which، which هيجي بعدها الفعل، يجي بعدها which والفعل اللي يجي بعدها فعل مفرد. يعني which has، ما اقولش which have، اقول which has. يبقى اذا الكلمات كوميتي يعني لجنه، تيم فريق، فاميلي عائله، جروب مجموعه، كرو طاقم. الكلمات دي ممكن يجي بعديها which اذا خدنا الكلمات دي على انها شيء غير عاقل. خدناها شيء عارف، مش هاخدها على انها مجموعه من الاشخاص، لا هاخدها على انها الكلمه نفسها غير عاقل. هاخدها على انها الكلمه نفسها غير ايه؟ عاقل. وبالتالي تاخد ايه؟ يجي بعديها ايه؟ which. والفعل اللي يجي بعديها يجي ايه؟ الفعل يجي بعديها مفرد. يقول which has، ما قلتش which have. ده معنى ان الفعل اللي يجي بعديها مفرد. طيب
أفرض الكلمة دي خدناها على أنها مجموعة من الأشخاص العقلاء، زي زاتين فريق مجموعة من الأشخاص العقلاء، يبقى إذن في الحالة دي ده اسم عاقل، يبقى يأتي بعديه هو، يأتي بعديه هو، ياخد هو، وهو يأتي بعدها الفعل إيه؟ ها؟ يأتي بعدها إذا خدنا أنه مجموعة من الأشخاص موجودين جوه الفريق دي، مجموعة من الأشخاص العقلاء، وبالتالي هم مجموعة، فالفعل اللي يجي بعده يكون إيه؟ يكون جمع، وبالتالي أخد هاف ما أخدش هاز، أخد هاف ما أخدش إيه؟ هاز. أقول the team who have done the operation. إذن أنا لو خدت كلمة كوميتي وتيم وفاميلي وجروب وكرو على أساس المعنى كلمة لجنة، كلمة فريق، كلمة عائلة، كلمة جروب، مجموعة، كلمة كرو، طاقم، الكلمات نفسها غير عاقل، وبالتالي هتاخد ايه؟ which، وتعتبر كلمة فتاخد الفعل ايه؟ مفرد. أما إذا كان الكلمة ناخدها على أنها مجموعة أشخاص فهتاخد هو مش هتاخد which، وبالتالي الفعل اللي يجي بعدين لأنه مجموعة أشخاص يجي الفعل جمع مش مفرد. ماشي؟ طيب كلمة why بتساوي for which، كلمة why يعني بسبب بتساوي for which، لأجل هذا يعني the reason why أو that أو for which you're so bad tempered is that you are hungry، السبب اللي من أجله انت كان مزاجك مش كويس هو ان انت كنت جعان، يبقى the reason why او for which الاثنين بيساوي بعض، يبقى why بيساوي for which. ممكن which بتحل محل فكرة ايه؟ كاملة. يعني ايه؟ سامي باس ذا درايفنج، سامي عدى الاختبار القيادي. This surprised everyone، ده أدهش كل واحد. ده this دي بتعود على مين؟ بتعود على الجملة كلها، وبالتالي الجملة كلها ممكن نجيب مكانها ايه؟ which. يبقى she سامي باس ذا درايفنج تيست which surprised، التي أدهشت كل واحد. ايه هو التي؟ which دي بتعود على مين؟ بتعود على الجملة كلها، الجملة الأولى كلها. إذا which ممكن تحل محل الجملة كلها. خلاص كده؟ تمام. إذا which تحل محل الفاعل أو المفعول غير العاقل. يأتي قبلها اسم غير عاقل ويأتي بعدها فعل أو إيه؟ أو فاعل أو فعل. هل تأتي حروف الجر قبل which؟ أيوة تأتي قبل which وتأتي بعدها. هل يمكن حذفها؟ أيوة ممكن حذفها. ماشي؟ تأتي قبل which. هل في حروف جر محددة؟ حروف الجر يحددها الكلمات اللي موجودة في الجملة ومعنى الجملة. طيب which ممكن تأتي قبل كلمات محددة زي كوميتي أو تيم أو فاملي أو جروب أو كرو، إذا كان خدنا الكلمات دي على أنها غير عاقلة والفعل اللي يجي بعديها أو كلمات مفردة غير عاقلة يأتي بعدها الفعل المفرد، وإذا كان خدنا الكلمات دي على أنها عاقلة أو أنها مجموعة من الأشخاص فنيجي نربط اللي يأتي بعدها هو ويأتي بعدها الفعل جمع. ماشي؟ نيجي بعد كده لذات. ذات بتحل محل الفاعل أو المفعول، ها؟ تحل محل الفاعل العاقل أو غير العاقل. إذا كان بتحل محل الفاعل فاعل عاقل أو غير عاقل لا يمكن حذفها. تحل محل المفعول العاقل أو غير العاقل يمكن حذفها. دايما كده. شي أو ريلاتيف بروناون أو ضمير الوصل اللي بحل محل الفاعل العاقل أو غير العاقل لا يمكن حذفه. أصل لو شلت الفاعل عقلي ما ينفعش. لكن ممكن أشيل المفعول، لكن ما أشيلش الفاعل. أنت معايا؟ طيب يبقى إذا دايما ذات بتحل محل فاعل عاقل أو غير عاقل لا يمكن حذفها، إذا حلت محل المفعول العاقل أو غير العاقل يمكن حذفها. إذا ذات تحل محل الفاعل أو المفعول العاقل أو غير العاقل. My brother that has just returned from New York is going to visit us soon. أخويا اللي لسه راجع من نيويورك هيزورنا غدا. طيب هنا حلت محل إيه؟ فاعل، فاعل ايه؟ عاقل، لان يجي قبلها اسم عاقل وبعدها فاعل.
طيب fruit that ripens on the tree tastes best. الفاكهة اللي بتنضج على الشجرة طعمها كويس، طعمها حلو. طيب هنا ايه that تحل محل ايه؟ اجى بعدها فعل وبتحل محل فاعل. عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، لان اجى قبلها اسم غير عاقل. هنا بتحل محل فاعل. عاقل وغير عاقل؟ عاقل، لان اجى قبلها اسم عاقل. طيب يمكن استخدام ذات بدلا من هو او ويتش او هو في حالة الفاعل والمفعول به المباشر، ولا تسبق بحرف جر. يعني حرف الجر ما يجيش قبل هو او ذات، ممكن يجي قبل هوم قبل ويتش، لكن ما يجيش قبل هو او ذات. طيب ماشي. This is the girl that he saved. ده حلت محل المفعول، لان اجى بعديها فاعل وقبلها اسم عاقل، حلت محل المفعول العاقل. The man that I left، مفعول عاقل. ولكن في بعض الحالات التي يفضل، صحيح هي بتحل محل هو وبتحل محل ويتش وبتحل محل هو، ذات بتحل محل هو ويتش وهو، صح؟ ولكن في حالات يفضل ان نستخدم فيها ذات. امتى؟ قال لك رقم واحد، اذا جاء في الجمله اي من الكلمات، اذا لقيت عندك كلمه من الكلمات دي، all كل، any اي، one واحد، some بعض، everything كل شيء، only فقط، many عديد، much كثير، few قليل، any اي. اذا لقيت عندك كلمه all، تحفظ الكلمات دي، all او any او one او some او everything او only thing. إذا لقيت عندك كلمة all أو any أو one أو some أو everything أو only أو many أو much أو few أو any، إذا لقيت كلمة من الكلمات دي على طول تاخد إيه؟ that. مثلا I give him all news. I give him all news that I had. المفروض I give him all news which I had. لكن علشان في عندي هنا كلمة all فأخذ ذات، ما أخذش which. أحمد is the only people. Who got the full mark. المفروض أقول who got the full mark. لا، هأخذ بدل هو هأخذ ذات. ليه؟ لأن في كلمة عندي كلمة only. إذا لو جيت عندك كلمة all أو any أو one أو some أو everything أو only أو many أو much أو few أو any، أي كلمة من الكلمات دي، تمام؟ بدل ما تاخد who أو which أو whom، ها؟ يفضل إن أنت تاخد that إذا كان كلمة من الكلمات دي موجودة. إذا كان كلمة من الكلمات دي موجودة يفضل إن أنت تاخد that بدل كلمة، بدل ما تاخد هو، بدل ما تاخد ويتش، بدل ما تاخد ايه هو. ماشي. طيب هل الكلمات دي بس اللي يفضل ان اخد معها ذات؟ قال لك لا، قال لك برضو مع صفة التفضيل العليا. دي This is the most interesting story. دي اكتر قصة شيقة. المفروض story which، لا كتب ذات. ليه؟ لان في صيغه تفضيل هنا the most. هنا he was the best player، هو احسن لاعب. هو المفروض اقول هو، صح؟ لكن في هنا صيغه تفضيل the best، اخذ that. يبقى في حاله لما يكون في صفه التفضيل العليا اللي هي الحاله الثالثه في التفضيل، اللي هي the most، the best، the fewest، ها؟ صفة التفضيل العليا، أخذ ذات. يبقى ذات تيجي مع all أو any أو one أو some أو everything أو only أو many أو much أو few أو any، وتيجي مع صيغة الإيه؟ مع صيغة التفضيل اللي هي the most، the best، the fewest، اللي هي EST في الصفة القصيرة، أو the most أو the best أو the fewest أو the least. صيغة التفضيل أخذ ذات. يبقى هنا ذات تيجي مع الكلمات دي وتيجي مع صيغة التفضيل، وتيجي لو كان عندي it is أو it was.
It was Graham Bell who or that invented. It was a traffic which or that delays. إذا جاء في الجملة عاقل وغير عاقل نستخدم that. يعني علي wrote about the men and the books that he liked. علي كتب عن الرجال والكتب اللي هي ايه اللي هو حبها. يبقى هنا فيه عاقل وغير عاقل. طب احط ضمير الوصل ايه؟ اقول لك حط زد. ليه؟ لان زد تنفع تكون لو انت حطت وتش تنفع تكون مكان وتش. لو انت هتحط هوم تنفع تكون مكان هوم. يبقى ده حل ايه؟ حل وسط. اذا كان عندي عاقل وغير عاقل في الجملة احط ذات. ليه؟ لانها تنفع لو انت هتحط ويتش تنفع تكون مكان ويتش، لو انت هتحط هوم تنفع تكون مكان هوم، وبالتالي تحط ذات. اذا كان في عندي عاقل وغير عاقل احط ذات. اذا كان عندي توز او تئز ها احط ايه؟ هو او ويتش او ذات. يبقى هنا لو كان عندك الكلمات دي، لو كان عندك صيغة التفضيل العليا حط دلت. لو كان عندك عاقل وغير عاقل حط دلت. واضح؟ طيب نستخدم هوم لتحل محل المفعول به العاقل، دي معروف. ونستخدم ويتش لتحل محل الفاعل او المفعول به الغير عاقل، دي معروفة. ولكن لا نستخدم ذات إذا سبقتها إحدى الكلمات الآتية. All of, most of, none of, neither of, one of, some of, many of, any of, either of. يعني مثلا I have five brothers. أنا عندي خمس إخوة. All of them, كلهم are police officers. كلهم ضباط بوليس. طب ده عاقل. all of them all of whom، ما قلتش all of that. all لوحديها افضل معها that، لكن all of لا، احط الضمير المناسب. ده عاقل يبقى احط whom. طب غير عاقل احط which او all of which. معايا؟ صحيح عندي كلمة أول، هذا أول، هذا أول يجي معها ذات، بس مش أول أوف. أما عندي أول أوف، أول أوف ها لا، ما أحط ذات. أول بس أحط ذات. أما أول أوف أحط الضمير المناسب. ده عاقل يبقى أحط هوم. طب كده غير عاقل أحط ويتش. There were 10 postmen. Most of them، معظمهم، were wearing hats. Most، في عندي كلمة most هنا، ما فيش عندي كلمة most. Most of them، ده ايه؟ عاقل. You're most of whom. Most of ايه؟ whom. طيب هنا عندي كلمة the most، قد ندت. في عندي هنا كلمة ايه؟ the most، ده صيغة تفضيل في المقارنة. the most خدت that. أما most of لا، أحط الضمير المناسب. most of الضمير المناسب هنا إيه؟ whom. الضمير المناسب هنا إيه؟ صحيح most جبت معها that على أساس إن هي صيغة تفضيل the most، لكن هنا them دي الضمير المناسب لها، لأن عاقل بتعود على postman وpostman عاقل، فأخذ most of whom. طيب there were four post boxes، كان في خمس صناديق بريد. most of them were empty، معظمهم كانوا خليل. طب ما most بتيجي مع ايه؟ بتيجي مع ذات، بتذكر the most. ودي most of مش most بس، أو the most دي most of. them دي بتعود على مين؟ بتعود على شيء غير عاقل، وبالتالي أقول most of which. most of إيه؟ which. يبقى في فرق بين all و all of، بين most و most of. most لوحديها أحط محذات،
قول لوحديها هحط محدد. اما most of لا، بشوف الضمير اللي بعديها اذا كان بيعود على شيء عاقل اقول اذا كان بيعود على عاقل، بعود على مفعول عاقل اقول whom. طب واذا كان بيعود على مفعول غير عاقل اقول which. طب هل يعني ينفع ما ينفعش نحط ذات؟ لا ما ينفعش. واضح 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 واضح. طيب نيجي بعد كده ايه هوز. هوز ضمير ملكيه تحل محل الملكيه. يعني ايه ملكيه؟ يعني ابصرف اس، يعني يعني صفات الملكيه اللي هي ماي ويز وهير ويتس واور ويور وذير. اذا كان في اسم فيه صفات الملكيه اللي هي ماي ويز وهير ويتس واور ويور وذير، اذا كان في اسم متبوع بابصرف اس ها، يبقى في الحاله دي هوز بتحل محله. هوز بتدل على الملكيه، ياتي بعدها اسم وياتي قبلها اسم، الاسم اللي بعديها ملك للي قبلها. اي هاف ا براذر، انا عندي اخ. هيز كار از وايت، سيارته ايه؟ ها بيضه. طيب فين الملكيه اللي عندي؟ هيز دي ضمير، دي صفه ملكيه. صفه ايه؟ ملكيه. هشيلها واحط مكانها هوز. يقول لك اي هاف ا براذر هوز كار از وايت، اللي سيارته بيضه. انا عندي اخ اللي سيارته بيضه، يبقى هوز الاسم اللي بعديها ملك لمن قبليها. الكار سياره ملك لليه؟ للبراذر. شي هاز ا بايسكل اتس تايرز ار فلات، هي عندها عجله دراجه. اتس تايرز اللي الاطارات بتاعتها ار فلات، فلات يعني ايه؟ مثقوبه، يعني الهواء طالع منها. اقول ايه؟ اتس تاير، دي صفه ملكيه صح؟ اشيلها احط مكانها ايه؟ هوز. اقول ايه؟ شي هاز ا بايسكل ها؟ هوز تايرز اللي ايه؟ اطاراتها ار فلات. يبقى هوز تحل محل صفات الملكيه او ابصرف اس. والاسم اللي بعديها ملك لما قبلها. هبة هوز فازر از ويل نون دكتور از ماي بيست فريند، إلا أبوها دكتور معروف هي صديقتي اللي مفضلة في المدرسة. I visit my neighbor whose son، أنا زرت صديق اللي ابنه was kidnapped خطف. كما يمكن أن تسبق بحرف جر. هوز يأتي قبلها حرف جر. حرف الجر بيجي فين يا جماعة؟ بيجي قبل هوم ويأتي قبل which أو يأتي بعد which. هل يأتي حرف الجر قبل هو أو ذات؟ لا ما يجيش قبلها. حرف الجر لا ياتي قبله او ذات، ما يجيش قبلها. امال يجي؟ يجي قبل وتش، يجي قبل هوم او بعدها. ياتي قبل هوز حرف الجر، حرف الجر ياتي قبل هوز. يعني مثلا ماي انكل ان هوز هاوس، اللي في بيته وي ليف، احنا عايشين، از ا بايلوت. ان هوز هاوس وي ليف از ا بايلوت. يمكن ان تحل with او in محل ضمير الوصل هوز، والعكس صحيح. يعني the man in black suit، الرجل اللي موجود في اللي جوه البدله السوداء is a police officer. يعني معناها ايه الجمله دي؟ معناها the man whose suit is black is a police officer، اللي بدلته سوداء يعتبر ضابط بوليس. the girl with the green eyes، البنت اللي عينها خضراء is beautiful، جميله. whose eyes are green، اللي عيونها خضراء. with بدل ما اقول اللي عيونها خضراء اقول with green eyes، بدل ما اقول اللي بدلته سودا اقول in black suit. ماشي. طيب قال لك يمكن ان ياتي بعد هوز بعض الكلمات التي لها نفس الشكل. يعني ايه؟ عشان تعرف علامه من علامات ان انت تختار هوز، الكلمه اللي تيجي بعديها تنفع فعل وتنفع ايه؟ تنفع فعل وتنفع اسم. ايه هي الكلمات اللي تاتي بعد هوز وتنفع فعل وتنفع اسم؟ زي كلمه انت معناها ينتهي ونهايه، ورك يعني عمل ويعمل، دريم يعني يحلم وحلم، هيلب يعني يساعد ومساعده، وش يعني امنيه ورغبه ويرغب، هوب يامل وامل، وستي يبقى واقامه، فيزت يزور وزياره، واكسبورتس يعني صادرات ويصدر، امبورتس واردات ويورد. الكلمات دي ياتي منها الفعل والاسم. اذا لقيت كلمه بعد هوز
او اذا جيت كلمه فيها الاسم وفيها الفعل، يعني تنفع تيجي اسم وتنفع تيجي فعل، فاعرف ان الكلمه دي ياتي قبلها هوز وتعامل معامله الاسم فقط، تعامل معامله الاسم فقط. طب والفعل بعديها يعامل معامله الفعل، يعني هي اسم وفعل بس هنعملها بعد هوز كاسم فقط، والفعل اللي بعديها ياتي كفعل. يعني this is a footballer، ده لاعب كرة القدم. whose wishes came true، هذا هو لاعب كرة القدم اللي أمنياته تحققت. came true، اللي أمنياته تحققت. يبقى لاحظ حاجة، بعد whose إجت كلمة، كلمة تنفع فعل وتنفع اسم، تنفع فعل معنى إيه؟ يتمنى أو يرغب، وتنفع كأمنية أو رغبة. هنا طالما إجت بعد هوز يبقى ما عادش لها إلا حل واحد، إن هي اسم، يعني إيه اللي أمنيته؟ الفعل اللي بعديه يصبح فعل. يبقى هنا هذا هو لاعب كده، هوز ويشز كيم ترو، اللي أمنياته تحقق. يعني من ضمن العلامات على ان احنا نختار هوز، من ضمن علامات ان احنا نختار هوز، ان تاتي الكلمه بعديها تنفع فعل وتنفع اسم. وهل احنا هناخدها بالفعل ولا بالاسم؟ هناخدها بالاسم فقط، الكلمه اللي بعديها تنفع فعل تنفع اسم. طيب بعد كده عندي كلمه وير، اذا كلمه هوز تحل محل الملكيه ابو صرف اس او صفات الملكيه اللي هي ماي وهز وهير وذير وغير واور. هل ينفع يجي قبلها حرف الجر؟ ايوه ينفع ياتي قبلها حرف الجر، ضمائر الملكيه هوز ياتي قبلها حرف الايه؟ الجر. نيجي نشوف بعد كده ايه وير. وير معناها حيث، بتاتي للمكان وتتبع بفاعل، تتبع بايه؟ بفاعل. احنا قلنا هوز ياتي بعدها اسم وقبلها ايه؟ اسم، ماشي. الاسم اللي بعديها ملك للي قبلها. طب وير قال لك وير ياتي بعدها فاعل او فعل زائد فعل، ياتي مش او فعل، ياتي بعدها فاعل زائد فعل، يعني يجي بعدها ضمير، يعني يجي بعدها اسم. وير ياتي بعدها فاعل زائد فعل، بتدل على ليه؟ بتدل على المكان. هل ياتي قبلها حرف جر قبلها او بعدها؟ لا، لا ياتي قبلها او بعدها حرف جر. طيب I went to Alexandria، I used to spend my holiday there، انا ذهبت اسكندريه اعتدت ان انا اقضي اجازتي هناك. there دي مكان صح، وطالما مكان يبقى اشيله واحط مكانه ايه؟ where. يبقى اقول I went to Alexandria where. دايما بحط relative pronoun ضمير الوصل بعد الكلمه اللي بعود عليها. هنا 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 there بتعود على كلمه اسكندريه، هكتب الجمله اللي فيها اسكندريه لغايه اسكندريه واكتب ايه؟ ضمير الوصل، واكتب الجمله الثانيه بس ما كررتش الضمير الايه؟ المتكرر. where I used to spend my holiday، ما قلتش there، لا خلاص انا حطيت مكان there where. I went to Alexandria where I used to spend my holiday. تمام، اذا where تاتي للمكان، لما يكون في مكان احط where. هل ياتي قبلها حرف جر؟ لا ياتي، لا يستخدم معها where، لا يستخدم معها حرف جر. طيب تحل محل ظرف جار ومجرور او there. My brother went to Cairo University، ذهب الى جامعة القاهرة. Where he studied، من حيث درس، درس فين؟ في الجامعة. Where مكان، حطت where. طيب طيب افرض يجي حرف جر، يبقى ما احطش where، احط ايه؟ احط in which، at which، to which، in which يعني فيه، at which برضو فيه، to which اليه، from which منه، about which عنه، in which فيه، at which فيه، to which اليه، from which منه، about which يعني ايه؟ عن. This is the house we lived in it، ده البيت اللي احنا عايشنا ايه فيه. طيب in it، هذا it ده مكان صح، it دي بتعود على ايه؟ مكان، وبالتالي هستخدم where. This is the house where we live. حط in، لا ما ينفعش احط in مع where. اه طب انا عاوز احط in، يبقى احط which. يبقى this is the house in which we live.
يبقى إن حرف الجر ممكن يجي قبل ويتش على طول، وممكن يجي مكان ونخليه مكانه زي ما هو ونحط ويتش. يعني ويتش ويتش تحل محل الاسم المكان، بس بشرط تحل محل الاسم ليه المكان، بشرط يأتي قبلها حرف الجر أو يأتي بعدها. يبقى ويتش ممكن تحل محل وير، بس بشرط يأتي قبلها حرف الجر أو يأتي بعدها. في توجد بعض الأفعال مثل فيزت أو بيلد عندما تأتي مع المكان نستخدم ويتش وليس وير. يعني مثلا the house which I have built اللي أنا بنيته cost me a little. يعني خلي بالك احنا نستخدم ويتش مكان وير امتى؟ لو كانت الجملة اللي احنا مستخدمينها ما فيش فيها حركة، ما فيش فيها ايه؟ مش دايناميك، ما فيش فيها حركة. يعني البيت اللي احنا سكننا فيه كلف فلوس كتير، هل في حركة في الجملة دي؟ ما فيش حركة، وبالتالي استخدمت which مكان ايه؟ where which I have built اللي انا بنيته. قال لك في كلمتين visit و build لما تيجي مع المكان نستخدم ايه؟ which وليس where. ماشي، لما ما يكونش في حركة في الجملة استخدم which مكان where. بعد كده في when. when بتاتي للزمان لما يكون في وقت، بياتي بعدها فاعل زائد فعل. يعني وير ياتي بعد، يعني هوز ياتي بعدها اسم وقبلها اسم، وير ياتي بعدها فاعل زائد فعل، وين ياتي بعدها للمكان للزمان وياتي بعدها فاعل زائد فعل. دي مهمه جدا. جون از ذا مانث وين اي. بتلاحظ هنا وير where we in which we which we، يعني دايما بيجي فاعل بعد where او بعد which، فاعل زائد فعل. when the month when I هذا فاعل، when he which he which he، يعني دايما when للوقت ماشي ياتي بعدها فاعل وفعل، where للمكان ياتي بعدها فاعل وفعل. طيب جون is the month، جون هو الشهر، جون اللي شهر يونيو هو الشهر. اللي احنا بنروح لجهزة فيه، الوقت اللي احنا في هو الشهر او الوقت اللي احنا بنروح فيه لجهزة. when I go July is the month when he was born. طب افرض في مكان قال لك وين ما يجيش مع حرف جر، وير ما يجيش قبلها حرف جر، وين ما يجيش قبلها حرف جر، امال افرض يجي حرف جر يبقى نستخدم ان ويتش او ات ويتش. طيب وين قال لك ما يجيش قبلها حرف جر، امال لو في حرف جر يبقى نستخدم ان او اون او ات او فروم ويتش. جولاي اللي هو يوليو از ذا مانث هو الشهر، وين هي ووز بورن اللي هو ولد فيه. July is the month in which اللي فيه هو ولد. July is the month which he was born in. يعني ممكن يجي قبلها حرف الجر مباشرة أو تأتي حرف الجر فين؟ في مكانها. يعني which ممكن تحل محل when أو where. ليه؟ على أساس أن يأتي قبلها حرف جر أو يأتي بعدها حرف جر. في الحالتين حروف الجر، لو في حروف جر يبقى خلاص نحط which مكان where او مكان when. طيب قال لك يمكن استبدال where او when بايه؟ بذات. ممكن استخدام where when او where بايه؟ بذات. امتى؟ لما يكون في عندك كلمات محدده. يعني عندي كلمه هنا time أو day anytime أو the day أو the year. time anytime أو the day أو the year. يبقى في الحالة دي هستخدم إيه؟ that، مش هستخدم when. صحيح هو صحيح إن ده يعتبر زمان، المفروض أقول when صح، ولكن لا، مع كلمة anytime
أو the day أو the year the day أو the year أو any time أستخدم that. Come and see us any time that you're in town. في أي وقت أنت تكون موجود في المدينة. I'll never forget مش هنسى the day that we met اليوم اللي احنا اتقابلنا فيه. The day which we met أو the day when we met. Any time which you are أو when. لا 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 قال لك which ولا قال لك when. خلاص أمال إيه أحط that. The year which أو when. لا قال لك ذات. يبقى إذن عندك تحفظهم كلمة تايم أو دي أو يير. الأفضل بدل ما حط وين صحيح هم وقت ولكن المفروض أحط وين. لا أحط ذات. خلاص. طيب نفس الشيء هينطبق على إيه وير. قال لك في كلمات معناها مكان والمفروض أحط وير. يعني عندي كلمة somewhere مكانا ما, anywhere أي مكان, everywhere كل مكان, nowhere ما فيش مكان, وكلمة place مهمة جدا. place دي الكلمات دي مفروض أجيب بعدها إيه where على أساس إن هي مكان أو which. قال لك لا حط that. ليه؟ ما هو بالعقل كده. هحط somewhere يعني have you got somewhere where I can lie. somewhere where ما ينفعش. او احط that. we need a place that. يبقى اذا لو عندي كلمات اي كلمة فيها where او place احط that مكان where. احط that مكان ايه where او place. اي كلمة فيها where أقول somewhere where ما ينفعش. أقول somewhere that. أي كلمة فيها where وكلمة place أحط that. خلاص. طيب بعد كده أنا بربطه بكلمة what. what معناها إيه؟ ما اللي هي everything. everything that happens was my fault. كل شيء حدثت كان خطأي. everything دي ممكن اشيلها احط مكانها what happened was my fault. بدل everything that احط what مكانها. did you hear the things that they said. هل انت سمعت الحاجات الاشياء اللي هم قالوها. the things that اشيلها ما اقولها احط مكانها what. يبقى everything او the things that. everything that او the things that دي ممكن اشيلها واربطه بايه what. معايا ماشي. what really annoyed his teacher is that he comes late. ما ضايق مدرسه ان هو يجي متاخر. what. what دي بتحل محل ايه. حلت محل the thing that. الشيء اللي really حقيقي annoys his teacher ضايق is that هو ان هو يجي متاخر. يبقى what حلت محل ايه the things that. ماشي. طيب هنا لاحظ الفرق ما بين what و which. حسياتي قبل what فعل وياتي قبل which اسم. زي ايه I watched انا شاهدت. which ولا what مو صلاح سكورت. انا شاهدت ما سجله محمد صلاح. ما مش اللازم. ما what. I watched what. أنا شاهدت ما سجله محمد صلاح. what. I watched what محمد صلاح scored. طيب هنا I watched the goal which محمد صلاح scored. أنا شاهدت الهدف اللي محمد صلاح سجله. يبقى هنا إيه. يبقى في أنا لما أربط بوات يجي يأتي قبلها إيه فعل. أربط بوتش يأتي قبلها إيه اسم. إذن which يأتي قبلها إيه؟ اسم. which دي مش which بتربط جملة بيأتي قبلها اسم غير عاقل. هذا الاسم الغير عاقل. أما what ما what مش لازم تعود على شيء محدد في الجملة. وبالتالي يجي قبلها فعل.
أما which لا، which لازم تأتي قبلها اسم غير عاقل، وده الجوز أقول لازم يأتي قبلها اسم. which يأتي قبلها اسم، أما what يأتي قبلها فعل. I came to apologize for what I have done. أنا جاي عشان أعتذر، ها، for what I had done، لما فعلته. I hope you will forgive us. لا تستخدم all مع what، ولكن تأتي مع ذات. all تأتي مع ذات، هذا all هنا تأتي معي ذات. طيب، يمكن حذف حرف ضمير الوصل في الحالات الآتية. إمتى نحذف ضمير الوصل؟ relative pronoun. إذا جاء، إذا كان بعده مبني للإيه؟ للمجهول. The man who was injured in the accident was taken to hospital. الراجل اللي أصيب في الحادث أخذ لليه المستشفى. اللي أصيب. هو دي مش relative pronoun ضمير وصل. إجا بعديها إيه؟ إجا بعديها passive. إجا بعديها مبني للمجهول. هذا was or were، هذا الفعل في الصرف التالي. إذا ضمير الوصل إجا بعديه فعل مبني للمجهول بنحذفه. نحذف ايه؟ نحذف ضمير الوصل ونحذف verb to be اللي بعده، ونخلي ونخلي الفعل اللي في التصريف الثالث بس. اقول the man injured in the accident، الرجل اللي اصيب في الحادث اخذ للمستشفى. اذا لما يكون الفعل اللي بعد ضمير الوصل مبني للمجهول بنحذف الضمير الوصل ونحذف verb to be اذا كان اما وذا وارى وذا وير، ونخلي الفعل في التصريف الايه الثالث بس. اقول زمان انجرد از اكسنت، انجرد الفعل في التصريف الثالث. دي اول حاله، يبقى نحذف ضمير الوصل اذا جاء بعديه مبني للمجهول. نحذف ضمير الوصل اذا جاء بعديه مبني للمجهول، ماشي تمام. وفي الحاله دي بنحذف ضمير الوصل ونحذف فيرب تو بي ونخلي الفعل في التصريف الثالث. طيب اذا كان ضمير الوصل اجى بعديه جار ومجرور، يعني ادا حرف جر وبعديه اسم، ضمير الوصل ها ادا حرف الجر وادا الاسم، نعمل ايه؟ قال لك نحذفه. طيب لما نحذف هنحذف، نحذف مين بالضبط؟ نحذف ضمير الوصل ونحذف فيرب تو بي. دايما نحذف في ضمير الوصل ونحذف فيرب تو بي لو موجود، ونخلي ايه الجار والمجرور. The boy in the library was to borrow some smokes. يعني اذا كان ضمير الوصل اجى بعديه جاء حرف جر واسم جار ومجرور، بنحذف ضمير الوصل وفيرب اللي بعده فيرب تو بي إذا كان موجود. إذا كان بعده اسم، إذا كان ضمير الوصل إجا بعديه اسم أو صفة زائد اسم، إذا كان ضمير الوصل، ضمير الوصل ها إجا بعديه اسم أو صفة زائد اسم، نعمل إيه؟ قال لك نحذفه. أدا حذفنا، نحذف ضمير الوصل ونحذف verb to be، ونخلوا دكتور يعقوب a famous heart surgeon was interviewed on كذا. يبقى اذا كان بعده verb to، اذا كان بعده مبني للمجهول بنحذف ضمير الوصل ونحذف verb to be ونخلي الفعل في التصريف الثالث. اذا كان بعده جار ومجرور بنحذف ضمير الوصل وverb to be ونخلي الجار والمجرور. اذا كان بعده اسم او صفه زائد اسم، هذا اسم او صفه زائد اسم، بنحذف ضمير الوصل والverb to be ونخلي الصفه زائد اسم. اذا كان بعده مبني للمعلوم بنحط الverb زائد الing. students هو arrived late، الطلاب اللي وصلوا متاخرين، اللي وصلوا متاخرين ده يعتبر active، يعتبر مبني للمعلوم. طيب نعمل ايه؟ قال لك الفعل فين الفعل؟ قال لك احذف ضمير الوصل، دي حاجة. الفعل arrive ضيف لي ing، هشيل الاي دي واحط ing. students arriving late missed the start of them. يبقى اذا الحالات اللي انا بحذف فيها
الحالات اللي انا بحذف فيها ضمير الوصل relative pronoun. قال لك لو اجى بعديه باسيف فعل مبني للمجهول بعمل ايه؟ قال لك احذف الضمير الوصل واحذف الايه الفعل المساعد وخلي الفعل في التصريف الثالث اهو. قال لك اذا اجى بعديه ها حرف جر واسم احذف ضمير الوصل واحذف فيرب تو بي وخلي حرف الجر والاسم حرف الجر والاسم. اذا اجى بعديه اسم او صفه زائد اسم اذا اجى بعديه صفه زائد اسم اها احذف ضمير الوصل واحذف فيرب تو بي وخلي الصفه زائد الاسم. اذا اجى بعديه فعل في المبني المعلوم الرايفة قال لك احذف ضمير الوصل والفعل رجعه للتصريف الاول للمصدر وضيف له اي ان جي يبقى ستودنتس ار رايفنج. دي الاربع حالات. اذا اجى بعديه مبني المجهول احط الفعل في التصريف الثالث. اذا اجى بعديه جار ومجرور احذفه وخلي الجار والمجرور. اذا اجى بعديه اسم او صفه زائد احذفه واحط بعديه الصفه زائد الاسم. اذا اجى بعديه مبني المعلوم احذفه واحط الفعل ارجع الفعل للانفينيتيف واضيف له اي ان جي. دي الاربع حالات اللي انا ايه اللي انا ممكن انني ايه اعمل فيهم احذف فيهم ضمير الوصل. لاحظ انه او ذات لا يسبقها حرف جر بينما يمكن استخدام حرف الجر قبل هوم او هوز او ايه او ويتش. دي معروف. طيب ماشي نيجي نشوف التمرينات اللي علينا. Choose the correct answer. If that woman bag was stolen. النقط قبلها اسم وبعدها اسم. قبلها اسم وبعدها اسم. خلاص يبقى حط هوز. يبقى إذ ذات ومن هوز باك أليست هذه المرأة اللي شنطتها سرقت؟ هوز. ليه؟ هوز يأتي بعدها اسم وقبلها إيه؟ اسم. ما بعدها ملك لما قبلها. يبقى اختار هوز. بريزيدنت مبارك فيزيتد تشاينا. فيزيتد تشاينا which he was warmly welcomed. انا لو خدت تشاينا هنا على انها مكان هقول وير هي ووز وورملي حيث رحب به كثيرا خاصه فيزيتد. قال لك لو اجت كلمه فيزيتد او كلمه ايه بيلد مع المكان هختار وير هختار ايه هختار ويتش. لو اجت كلمه فيزيتد او بيلد مع المكان هختار ويتش. ماشي. We'll give a prize to the company whose exports are good. We فين هي؟ We'll give a prize. إحنا سنعطي جائزة to the company إلى الشركة whose exports اللي صدراتها are good. يبقى هوز أخذ هوز ضمير ملكية هوز لأن بعدها اسم وقبلها اسم والاسم بعدها ملك للي قبلها. يبقى هوز باصل. I want to know. ها I want to know. أنا عايز أعرف. Why open the door؟ منى دنت. Who open the door؟ مين اللي فتح؟ عاوز أعرف مين اللي فتح الباب؟ هو هذا هو اجى بعديها ايه انا عايز اعرف. هو اوبن ذا دور. هو ياتي قبلها الاسم عاقل هو اي وهو اجى بعدها فعل وقال لي منى. هنا قال لي منى اسم عاقل وبعدها فعل يبقى هنا هو هختار هو. ما اخترتش وير اللي ما فيش مكان. ما اخترتش وات لان ما فيش كلام. ما اخترتش واي اختار لانه جاوب قال منى ديد. ايوه منى قال مين انا عاوز اعرف مين اللي فتح الباب فقال منى ديد منى اللي عملت كده. يبقى اختاري هو لان هو اجى بعديها فعل يبقى بتسال عن فاعل عاقل منى. هو اجى بعديها ايه فعل يبقى بتسال عن فاعل عاقل اللي هو مين منى. I know he married her. أنا عارف for her money بسبب فلوسها عشان فلوسها عشان فلوسها. يبقى why I know why he married her.
أنا عارف ليه هو يتزوجها for her money عشان فلوس، يبقى أخذ واي عشان فور، أخذ هو عشان منى، أخذ أحط هنا هو عشان منى، أخذ هنا أحط هنا واي عشان إيه؟ عشان فور. طب اللي بعده the manager سكرتاري، هو السكرتاري اللي سكرتيرته السيريسلي العيانة بجد، has to type the letters to himself، يبقى هوز الاسم اللي بعديها من الكلمة قبليها اللي سكرتيرته ملكية. I saw my old friends in the garden when we were young، عندما كنا صغار، أنا شفت أصدقاء القدامى في الحديقة عندما كنا، when we were young كنا صغار، كنا زمان، ها when we were young in the garden when we were young، لما كنا صغار، ده زمن. when this is the house where we lived، حيث عشنا. when I was young where we lived، حيث عشنا عندما كنا صغار. when I was young where، اخذ where مكان، يا هاوس مكان، ويتش ويتش عاوزه حرف جر، وين عايزه زمان، هو ما ينفعش، هو لان الاسم اللي جنبيها غير عاقل. طيب ذا تيشر المدرس، ستودنتس وبهوز ستودنتس اللي طلابه عدوا الامتحان كان فخور بنفسه، هوز لان اسم اجى بعدها اسم وقبلها اسم، هوز ستودنتس. ذا ريزيدنتس هوز برضه هاخد هوز ستي، ليه هنا 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 stay who's stay، ليه stay هنا تنفع اسم وتنفع فعل، لا انا هاخدها علينا اسم، الساكنين المقيمين who's stay اللي اقامتهم انتهت، اللي اقامتهم the residents المقيمين who's stay اللي اقامتهم ended have to renew عليهم ان هم يجددوها who's stay ended، يبقى هنا لما who's ياتي بعدها اسم كلمة تحتمل الفعل وتحتمل الاسم يبقى أخذ هوز. طب وهل هنا لما أخذ هوز تبقى تحتمل إيه الاسم ولا الفعل؟ تحتمل الاسم. ماشي؟ طيب. Yesterday I played a long game of tennis with my brother. Who made me very tired? I played a long game of tennis. أنا لعبت لعبة طويلة من التنس. With my brother. Which made me. إيه اللي عملت يعني which دي بتعود على مين؟ بتعود على اللعبة. لعبة التنس. Which بتعود على لعبة التنس. Which made me with my brother. I played a long game of my brother. Which made me خلتني تعبان. اللي خلاني تعبان مين؟ اخويا ولا اللعبه يبقى اخد ايه which made me التي جعلتني which الاسم اللي قبلها غير عاقل وبعدها فعل تحل محل الفاعل الغير عاقل لان اجى بعدها فعل وقبلها اسم غير عاقل اللي هو ده اللي بتعود عليه دايما الريلاتيف بيعود على اسم which ينفع اخد هوز لا ما ينفعش لان يجي بعدها اسم وقبلها ينفع اخد هوم لا ما ينفعش لان هي لان اولا اجى بعدها فعل بعد نقط فعل وهو ما ينفعش يجي بعد نقط فعل لازم يجي بعدها فعل وين لا طيب دكتور مصطفى نقط بوكس هوز بوكس اللي كتبه أرسنت مميزة علمنا في جامعة زجازيك the university my uncle works is in Cairo where my uncle works حيث عمي عمل is in Cairo هي موجودة فين القاهرة where my uncle works is in Cairo أخذ where مكان هل ينفع أخذ which لا ما ينفعش يأخذ which لا ينفعش يأخذ which خلاص عشان تحل محل مكان لازم يجي بها حرف جر أو بعدين هنا طبعا ما ينفعش طب وين that's the boy هو ده الولد who's dog اللي كلبه اسم قبلها اسمه بعدها اسمه اخد who's the foreigners الاجانب who's stay اخد who's برضو
هو ستي اجى بعدها اقامتهم تنفع يبقى يقيم او اقامه، يبقى هوز لما يجي بعدها كلمه تحتمل اسم وتحتمل الفعل على طول اخد هوز. طيب the company I work in is near the zoo. ان دي تتبع الجمله دي، اخد ايه which على طول. ليه which هنا حلت محل المكان، وفي نفس الوقت اجى ياتي قبل امتى which تحل محل المكان او الزمان؟ لو اجى قبلها حرف جر او بعديها حرف جر تحل محل المكان. امتى which تحل محل المكان او الزمان؟ لو اجى قبلها حرف جر او بعديها حرف جر. يبقى the company ها which I work in is near كذا، which التي ما ينفعش اقول where عشان في حرف جر، ما ينفعش اقول هو عشان الاسم اللي قبلها غير عاقل، ما ينفعش اقول هو عشان الاسم اللي قبلها غير عاقل. our flat is our flat ها is، طالما في is واسم واجا قبليها اسم غير عاقل وبعدها فعل اخد which على طول، فيش خيار. طالما اللي قبل النقط اسم غير عاقل وبعديها فعل يبقى اخد which. which تحل محل الفاعل غير عاقل. امتى which او هو تحل محل الفاعل؟ اذا اجى بعدها فعل. which او هو تحل محل هو تحل محل الفاعل اذا اجى بعدها فعل وقبلها اسم عاقل. which تحل محل الفاعل امتى؟ اذا اجى بعدها فعل وقبلها اسم غير عاقل. هو تحل محل الفاعل العاقل اذا اجى قبلها بعدها فعل وقبلها اسم عاقل. معايا؟ يبقى اور فلات which is the mouse trap. mouse ايه؟ the mouse trap. the mouse trap. mouse trap اللي هي مصيدة الفئران. by Agatha Christie written by Agatha which was written. هي اصلا which was written، حذفنا which وحذفنا was، يعني هنا written pronoun اجى بعديه passive، اجى بعديه مبني المجهول. which was written by Agatha Christie التي كتبت بواسطة أغاثا كريستي، حذفنا which وحذفنا was وجبنا الفعل الايه في التصريف الثالث. يبقى هنا the mouse trap written by Agatha Christie was about a group of guests who didn't know each other. يبقى the mouse trap written by Agatha Christie. يبقى حطيت حذفت ال written pronoun، حذفت ال verb to be ها وخليت الفعل في التصريف الثالث written. the village I was born is in Upper Egypt. يبقى اخد ايه؟ where I was born، حيث ولدت. where I was born is in the upper. هتقول لي ان، لا ان دي مش بتتبع الجملة دي، دي جملة كده. ان دي الجملة الثانية. اقول the village where I was born ايه اللي حصل؟ is in upper Egypt، موجودة في كذا، القرية اللي انا ولدت هي موجودة في Upper Egypt. where I was born is in Upper Egypt. ما قلتش which I was born is in Upper Egypt. لا، لما يكون عندي جوه الجملة الأولانية أخذ which. that when the villa I live where I live is very expensive. where I live فيش حرف جر عشان أخذ which، وهو ما ينفعش لان قبلها اسم غير عاقل. وذات I saw the new school was built in our area a month ago. I saw the new school، انا شفت المدرسه الجديده which was built in our area a month ago. اخذ which. which يجي قبلها اسم غير عاقل وبعدها فعل تحل محل الفاعل الغير عاقل، تحل محل الفاعل غير عاقل. ليه؟ يجي بعدها فعل وقبلها اسم غير عاقل، يبقى which was built. ما ينفعش when وما ينفعش هو وما ينفعش where.
طيب the flat in ان ايه in which he lives is big. الشقة اللي هو عايش فيها in، طالما في in اخد which واسم غير عاقل. the flat in which. a man father whose father اللي ابوها. شكسبير ها عندي ايه هاخد ايه whose plays are well known worldwide. اللي شكسبير اللي مسرحياته معروفة على مستوى العالم is a great playwright. هو كاتب مسرحي كبير. is a great playwright كاتب مسرحي كبير. شكسبير whose plays اللي مسرحياته are well known worldwide معروفة على مستوى العالم is a great playwright. هو كاتب مسرحي عظيم. whose plays يجي بعدها اسمه قبلها اسم اللي مسرحيات. yesterday بالأمس I played a football game. أنا لعبت كرة لعبة كرة القدم. I played a football game. made me ده فعل قبلها اسم غير عاقل وبعدها فعل يبقى ايه which. ليه تحل محل الفاعل غير العاقل؟ امتى وجه تحل محل الفاعل غير عاقل؟ اذا يجي قبلها اسم غير عاقل وبعدها فاعل. انت تحل محل المفعول غير عاقل اذا يجي قبلها اسم غير عاقل وبعدها فاعل. امتى تحل محل وير وين اللي هي وجه اذا يجي قبلها حرف جر وبعدها حرف جر. طيب which made me the car she wanted had been sold. the car which she want which اجى قبلها ايه اسم غير عاقل وبعدها فاعل. دي بتحل محل المفعول غير العاقل which. this is the girl whose father اللي ابوها سعد. the children whose parents اسم قبلها اسم بعدها اسم وقبلها اسم whose parents. كده بقى احنا خلصنا. شكرا. السلام عليكم.